فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول من المعروف أن ذبح الهدي بعد أداء العمرة هو من السنن المهجورة، فهل يشترط أن يكون الهدي من الحل أو يجوز؟ نعم، الهدي لا يكون إلا من الحل، ما هو يشرى من مكة. هدي التطوع ما هو بيشرى من مكة، التطوع ما هو بيشرى من مكة، يساق من الحل. أما الهدي الواجب هذا يشرى من مكة، ما في مانع، للنسك، هدي التمتع، هدي القران، هذا يشرى من مكة ويذبح من الحرم، ما يخالف. أما هدي التطوع فلا بد أن يساق من الحل. نعم.